السلام عليكم ورحمة الله. دلوقتي احنا هنراجع بسرعة على chapter 7. طبعا هو يعتبر almost اصغر chapter في المنهج هو 6. chapter 7 يعني في الغالب هيتشرح هو على البورد دي ان شاء الله هتكفي. احنا عارفين ان اول حاجة لازم نكون عارفينها عن الليزر ان هي اختصار لكلمة لجملة مش هي كلمة في حد ذاتها. light amplification by stimulated emission of radiation. الاميشنز عندنا نوعين spontaneous و stimulated, ودي compare الوحيد اللي مكتوب في كتاب المدرسة صراحة في شكل تيبل فلازم نكون عارفينه. لو عندي atom excited في higher energy level دوت الـ E high ودوت الـ E low, فبعد الـ lifetime ما بيخلص بتريلاكس spontaneously لوحدها من غير اي محفز خارجي وبيحصل emission لفوتون. الانرجي بتاعت الفوتون دي اللي هي h nu equal e2 minus e1. حصل لها excitation ازاي؟ ممكن باي طريقة كانت, وممكن يكون الexcitation بفوتون شبه دوت او whatever. يبقى احنا نلاحظ ان spontaneous emission بيحصل بعد اللايف تايم ما يخلص, انما الاستيميليتد ايميشن لو عندي الاتوم اكسايتد برضه في اي هاي لازم يعدي استيميليتنج فوتون والانرجي بتاعته تبقى ان ريزونانس, يعني اتش نيو بتاعت الفوتون دوت لازم تبقى ايكوال الاي هاي ماينس الاي لو, نفس التو ليفلز دول. فبيحصل استيميوليت وتنزل قبل ما اللايف تايم يخلص, يبقى بيفور اللايف تايم, وبيعدي الاستيميليتنج فوتون عادي والاستيميليتد فوتون والانرجي بتاعته بتبقى نفس الانرجي. بقى عندي تو فوتونز, فوتون اللي جاي اصلا والفوتون اللي طلع. هنا بيطلع في راندوم دايركشن, هنا باسيفيك دايركشن اللي هو نفس الدايركشن بتاع الانسيدنت فوتون, فعشان كده هما الاثنين ماشيين بارلل لبعض. لو انا عندي سورس الدومينيتد ايميشن بتاعته سبونتينوس فبيطلعوا بوليكروماتيك, يعني ويفلنسز مختلفة, لان انا مش بحدد هو ينزل لانهي ليفل, فبينزل لاي ليفل كان فبيطلع اي انرجي. انما هنا لازم يكون مونو كروماتيك عشان خاطر بيطلع لي نفس الويفلنس ونفس الفريكوانسي بتاعت الانسيدنت فوتون, فبيطلعوا كلهم شبه بعض. دول بيطلعوا اوت اوف فيز, يعني لو في تو فوتونز طالعين مش لازم يكونوا ان فيز مع بعض, هنا بيكونوا ان فيز مع بعض, طالعين كانهم من نفس النقطة في نفس اللحظة بالظبط. ده بيحصل له spreading, يعني الفوتونز بتبعد عن بعض مع الديستانسز, انما هنا نل spreading او نو spreading او less spreading او minimum spreading, فبالتالي مش بيلوز الانتنسي بتاعته مع اللونج ديستانس. يبقى ديت الحاجات المهمة اللي احنا نعرفها عن spontaneous emission و stimulated emission. properties بتاعت الليزر لما بنيجي نشرحها بنشرحها in comparison مع ordinary light. احنا عندنا اربعة properties للليزر مهمين جدا لازم نعرفهم. ايه هما؟ الانتنسي بتاعته, الكروماتيستي او المونوكروماتيستي يعني, والكوهيرنسي والكوليميشن والانتنسي. انا كنت كتابها فوق معلش اكتبها تحت. لو انا عندي ordinary light source وليزر source والاتنين monochromatic, يعني لو عندي ordinary light وبقول ده ordinary light source ومونوكروماتيك, بيبقى single spectral line بس بيبقى وايد, يعني في رينج برضو من الويفلنسز بس الرينج دوت بيكون كبير. انما الليزر بيكون نارو باندويت اوف ويفلنسز, يعني اللي بيطلع بيبقى سنجل سبيكتر لاين والويفلنسز الرينج بتاع دوت بيكون قليل قوي. كوهيرنسي يعني الفوتونز كلها ان فيز مع بعض, لان في الاوردينري سورس بيبقوا اوت اوف فيز, يعني ما تلاقيش ان في كريست مع كريست وتراف مع تراف والكلام دوت, بتلاقيهم شكلهم عشوائي شويه. يبقى ده في الاوردينري لايت بيبقى نوت كوهيرنت, انما الليزر بيكونوا كوهيرنت. معنى الكوهيرنسي ايه؟ ثلاث حاجات, يعني كان الفوتونز طالعه سيم فيز او نفس الفيز بالظبط من نفس البوينت في نفس الانستنت, يعني لما بلاقي التو فوتونز دول خرجوا بحس ان هم كانهم طالعين من نفس النقطه بالظبط في نفس اللحظه بالظبط, يعني هم بيبقوا منطبقين تماما على بعض. طب الكوليميشن ان البيم هنا بيبقى نون بارلل, يعني بيبقى فيه دايفرجنس بيحصل, انما الليزر بيبقى بارلل بيم. يبقى هنا الدايامتر بيتغير مع الديستانس, هنا الدايامتر نوت تشينجينج مع الديستانس. الانتنسيتي هنا طبعا بتبقى لو انتنسيتي في الاوردينري وبتوبي انفرس سكوير لو, هنا الانتنسيتي بتبقى هاي والنوت اوبي
انفرس سكوير لو. يعني في دي احنا ممكن نقول ان الانتنسيتي انفرسلي مع سكوير الديستانس، انما هنا الانتنسيتي بتفضل كونستانت او اولموست كونستانت مع الديستانس، ما بتتغيرش. كل ما ببعد الانتنسيتي ما بتتغيرش، انما هنا كل ما ببعد الانتنسيتي بتتغير مع سكوير الديستانس. ودي ممكن تيجي مساله في الامتحان، يجيب لي ليزر سورس بيقول لي عندي الانتنسيتي مثلا 5 يونت انتنسيتي وات ايفر، لما ابعد ديستانس يعني هي على ديستانس 1 سنتيمتر لقيت ان الدنسيتي 5، لما بعد ديستانس 2 سنتيمتر يبقى الدنس الانتنسي قد ايه؟ يبقى انا عارف ان هي مع سكوير الديستانس، يبقى معنى كده ان هي هتقل كوارتر. انا عملت دبلنج يبقى هي هتقل كوارتر عشان الباور 2، يبقى هعمل 5 اوفر 4 يعني 1.25 مثلا. انما لو ليزر سورس قال لي هي 5 بعت يبقى هي 5 برضو مش تغير. هنتكلم عن ليزر اكشن. ليزر اكشن يعني عشان خاطر اعمل ليزر ثلاث حاجات، لازم اعمل population inversion، لازم اعمل stimulated emission، لازم اعمل amplification. population inversion يعني احنا بنخلي number of atoms اللي في higher energy level اكتر بكتير من number of atoms اللي في lower energy level. وده بيتطلب ان الليفل ده لازم يكون ميتا ستيبل ليفل، يعني البريودك تايم بتاعه سوري اللايف تايم بتاعه اولموست في رينج 10 باور نيجاتيف 3 سكند، وده طبعا يعتبر كبير ريليتيف ل 10 باور نيجاتيف 8. والبوبوليشن انفرجن بتحصل عن طريق ان انا بعمل بامبنج، يعني سورس اوف انرجي شغال باستمرار بيخلي الاتومز تجين الانرجي ديت تطلع للهاير انرجي ليفل اللي انا عايزه. طبعا لازم البامبنج تكنيك يكون حاجه سبيسيفيك عشان خاطر اطلع للليفل اللي انا عايزه بالظبط، وبرده لازم تكون الاتومز اللي انا بعمل لها بامبنج دي تكون حاجه سبيسيفيك عشان يكون ميتا ستيبل ويكون سيتابل مع البامبنج تكنيك اللي انا استخدمه. بعد كده يحصل ستيميليتد اميشن، ودوت قلنا بيحصل سبونتينوس الاول بعدين زن ستيميليتد، يعني في اتوم من الاتومز اللي هي في الهاير انرجي ليفل ديت بتنزل لوحدها بتطلع لي سبونتينوس فوتون زي ده كده. السبونتينوس فوتون يعدي على اتوم تاني يعمل لها ستيميليت وهكذا، بعدين تكمل عمليه الستيميليشن. بعد كده امبليفيكيشن، والامبليفيكيشن دايما بيكون باي ذا ايد اوف تو ميرورز، يعني تو ميرورز في اول الديفايس واخره بيفضلوا يعملوا ريفلكت رايح جاي، فيعملوا لي عمليه الامبليفيكيشن يكتروا نمبر اوف فوتونز. بعد كده الموضوع يتكرر تاني، هي دي عمليه الليزر اكشن، لازم تكون معروفه كويس جدا. الكومبوننتس بتاعت الليزر هم اربعه كومبوننتس اساسيين، سوري ثلاثه كومبوننتس اساسيين. ايه هم؟ الاكتيف ميديوم والبامبنج او بتتسمى انرجي سورس والريزونانت كافيتي. الاكتيف ميديوم عندنا ثلاث انواع، يا اما جازز اللي هي بتكون مولكيولر جاز زي الكربون داي اوكسيد، ممكن تبقى ميكسد اتوميك جازز زي الهيليوم نيون، ممكن تبقى ايونايزد زي الارجون ايون، ممكن تبقى ليكويد زي الليكويد داي، ممكن تبقى سوليد زي كريستالين سوليد زي الروبي ودوت اكزامبل مهم، او سيمي كوندكتور ليزر. هم ستة انواع، ثلاثة منهم جازز واحد ليكويد اتنين سوليد. البامبينج تكنيك او الانرجي سورس بيبقوا اربع انواع، يا اما الكتريكال يا اما اوبتيكال يا اما ثيرمال يا اما كيميكال. الالكتريكال يا دي سي هاي فولتج يا اما اي سي هاي فريكوانسي، والهاي فريكوانسي بيتسمى راديو فريكوانسي، يعني تلاقي الكتريك سورس مكتوب عليه راديو فريكوانسي سورس فدوت كده يعني اي سي هاي فريكوانسي. اوبتيكال يا اما ليزر انذر ليزر سورس، وده اللي بيستخدم في الليكويد داي، يا اما فلاش لامبس ودوت اللي بيستخدم في الروبي ليزر. ثيرمال بعمل هيتنج يحصل اكسايتيشن. كيميكال كيميكال رياكشن، البرودكتس اللي بتخرج بتكون اصلا اكسايتد زي الكربون داي اوكسيد ليزر. الريزونانت كافيتي هو يعني ملي اللي احنا بنتكلم عليه في منهجنا، هما التو ميرورز اللي بقدر اعمل بيهم امبليفيكيشن. فالتو ميرورز دول ممكن ان هم يكونوا انترنال يا اما اكسترنال. انترنال يعني هو اصلا الكريستال سوليد انا بعمل لها بوليشنج او بدهنها او كده بحيث ان هي تعمل لي ريفلكت او هي تبقى ميرور منها فيها. الاكسترنال ان انا بحط تو ميرورز من بره. انترنال دي مثلا بتستخدم في الروبي، الاكسترنال بتستخدم في اي واحده من الجازز. الاكزامبلز اللي عندنا هي الهيليوم نيون ليزر. الهيليوم نيون ليزر فيهم حاجتين مهمين، الكومبوننت نفسها بتاعه الجهاز والانرجي ليفل دياجرام. الانرجي ليفل دياجرام
هو اللي بيجي عليه أسئلة فهم أكتر. عندي 4 ليفلز للنيون وعندي 2 ليفلز بس للهيليوم. 2 جراوند ليفل تقريبا في نفس الليفل عادي، الهيليوم بيبقى الليفل ده أعلى من ده حتة صغيرة قوي، فهما الاثنين دول ميتا ستيبل ليفل وهما نير ايكواليتي. الجهاز بيكون فيه 2 ميرورز، تيوب فاكيوم تيوب طبعا عشان يمشي فيها الكتريستي، 2 الكترودز اللي هنعمل بيهم الاكسايتيشن، يبقى دول كده اللي بيخش فيهم الهاي دي سي فولتج، او ممكن عادي يكون اي سي بهاي فريكوانسي مفيش مشكله. جوه بيكون في هيليوم نيون ميكس بريشيو 1 او 10 تو 1 هيليوم نيون او نيون لهيليوم 1 تو 10 في لو بريشر 0.6 ملي متر مركر. التو ميررز دول واحده فيهم بتبقى بارشل ريفراكشن 98% وديت اللي بيطلع منها الليزر، واحدة بتبقى fully reflecting 99.5% ونص في المية دوت احنا بنكتبه عشان خاطر مفيش حاجة perfect في الدنيا. الاوبريشن ان انا لما بشغل الهاي دي سي فولتج بيحصل اكسايتيشن للهيليوم الاول عشان هو العدد الكبير، الهيليومز الاكسايتد تخبط في النيون فتنقل لهم الاكسايتيشن، فالنيون بقوا في population inversion. يبقى مين اللي بيحصل له population inversion؟ لان انا لازم اربط الليزر اكشن بده، لازم اربط الكومبوننت بتاعت الليزر بده، النيون هو اللي بيحصل له. ده ممكن يجي سؤال مين اللي هيطلع ليزر؟ النيون. امال الهيليوم لازمته ايه؟ هو اللي بيعمل excitation للنيون عشان يطلعوا في الليفل ده بالذات مش اي ليفل تاني، لان هو الهيليوم لازم يفقد الانرجي بتاعته كلها مرة واحدة. بينزل شوية في الاول spontaneous زي ما قلنا، وبعدين يعدوا على اتومز تانية excited فيعملوا stimulation فيطلع الفوتونز بتاعت الليزر يفضلوا رايحين جايين، فيفضل الاستيميليتد اميشن شغال باستمرار، التو ميررز يعملوا امبليفيكيشن باستمرار، الاتومز بتنزل من هنا لهنا دوت كده رابيد ديكي ودوت يعتبر لوس، يعني في فوتون لوس يبقى انا عندي لوس از اوبتيكال انرجي. بعد كده بينزل من هنا لهنا ده كوليجن مع الوولز بتاعت التيوب، فاللوس دوت يعتبر ثيرمال عشان لما يجي ممكن يسألك على انواع اللوسز اللي بتحصل في جزء اوبتيكال بسبب ده وفي جزء ثيرمال بسبب ده، وطبعا في جزء عشان ده ان الاستيك كوليجن في جزء ثيرمال برضو هنا. فبعد كده لما تنزل تاني تخبط فيها واحده هيليوم تطلع تاني لفوق، وتفضل العمليه شغاله باستمرار ويفضل البرودكشن بتاع الليزر شغال باستمرار، فالعدد بيفضل يزيد 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 لحد ما ال 2% اللي طالعين من هنا يكونوا سفيشنت ان هم يكون ليزر بيم قوي اقدر ان انا استفاد منه. الاسئله اللي كانت بتسال زمان في الموضوع ده المهم قوي هو هم ليه الاثنين بختار هيليوم ونيون عشان هم عندهم نير ايكواليتي في الميتا ستيبل انرجي ليفلز، انما ممكن ان انت تتسال في اي حاجه تانية من اللي انا قلتهم في النص دول، يعني مين المسؤول عن الاكسايتيشن، الدي سي بيعمل اكسايتيشن لمين في دول، طب هي لما تخبط بتنقلها الانرجي كلها ولا جزء من الانرجي؟ هي جزء من الانرجي لان في جزء صغير قوي لص ازهيد. طب هو الفوتون اللي هيطلع هيبقى قد الانرجي اللي خدها الهيليوم؟ لا طبعا، الفوتون اللي طلع الانرجي بتاعته من هنا هنا والهيليوم كده، امال الباقي راح فين من الكونزرفيشن اوف انرجي؟ ما المفروض ما يروحش في حته، او المفروض يروح في حته ثانيه يتحول لحاجه مش يختفي. طبعا هو بيكون لوسز بالمنظر ده، وممكن اتسال سؤال جديد خالص اللي هو انواع اللوسز. الابلكيشنز عندي 10 ابلكيشن، اهم واحد هو الهولوجرام. الهولوجرام بيعتمد على البروبرتي الكوهيرنسي بتاعه الليزر عشان خاطر يقدر ان هو يحدد الفيز ديفرنس. بجيب الحاجه اللي انا عايز اصورها او اعمل لها صوره 3 دي، بجيب السورس الكوهيرنت اللي هو الليزر سورس، بيبقى فيه تو بيمز، بيم اللي هو طالع من السورس عادي وفي بيم تاني طالع من السورس برده عادي بس بي ريفلكت على طول، فبنعتبر ان هو جاي دايركت على الهولوجرافيك بليت اللي انا هعمل عليه الصوره، وفي جزء ريفلكتد بيم. طب ايه لازمه دول؟ عشان خاطر الاثنين لما يتقابلوا مع بعض يعملوا لي انترفيرنس. خلوا بالكم من الكي ووردز اللي انا بكتبها ديت هي المهمه، فالانترفيرنس يديترمن الباث ديفرنس والفيز ديفرنس. طب ايه العلاقه ما بينهم وبين بعض؟ اقدر اقول ان الباث ديفرنس ايكوال لامدا اوفر 2 باي في الفيز ديفرنس، او العكس ان الفيز ديفرنس ايكوال 2 باي اوفر لامدا في الباث ديفرنس، او ممكن تعملهم ريشيو زي ما تعودنا ان هو باث اوفر فيز هيبقى لامدا اوفر 2 باي لان الفيز ده انجل اللي هي 2 باي والباث ده لينث يبقى قصاده اللامدا، يعني لينث قصاد لينث وانجل قصاد انجل. فلما بقدر ان انا احدد الباث ديفرنس فمن الانترفيرنس دوت
ترفيرنس بالاي مش بالواي، عيب كده. فبيتكون لي صوره 3 دايمنشن فيها فرق في الابعاد جوه الفوتوغرافيك بليت. عشان خاطر اشوف الصوره لازم استخدم ليزر بنفس الويفلنس بالظبط. بتتكون صورتين، واحده فيرتشوال واحده ريل. لو ده الفوتوغرافيك بليت وانا منزل عليه الليزر سورس كده، بتتكون صوره هنا بره بتكون ريل، وصوره جوه انا بشوفها جوه بتكون ايماجينري. فانا لو باصص كده هبص جوه هشوف صوره ايماجينري جوه، بره هشوف صوره ريل بره. الهولوجرام الايمج بتكون كودد عشان خاطر مشفره، لان انا لازم انورها بنفس الليزر اللي انا عملت بيه. لو ليزر تاني مش هتتشاف، عشان كده بتتسمى كودد او مشفره. بتحدد الباس ديفرنس والانتنسي. الصور العاديه بتحدد الانتنسي بس، تحدد 3 دايمنشن. الصور العاديه بتحدد 2 دايمنشنز بس. الفروقات مهمه جدا ان احنا نكون عارفينها. طب ده الهولوجرام. عندي في الميديكال ابلكيشن عندي علاج الريتينال ديتاتشمنت، عندي تريتمنت اوف فار اند نير سايتنس، وعندي الاندوسكوبي. الريتينال ديتاتشمنت علاج انفصال الشبكيه، لو الشبكيه اتفصلت فبندخل ليزر على النقطه ديت فبقدر ان انا الحمها تاني. فار اند نير سايتنس اللي هو الليزر اللي هو علاج بعد وقرب النظر. الاندوسكوبي اللي هو المناظير، في المناظير بيستخدم ساعات بيمو فليزر بيخش عن طريق اوبتيكال فايبر، فبيقدر ان هو يعالج او يدايجنوز حاجات. فده الاستخدام التاني للليزر اللي عندي في المنهج. عندي كمان كوميونيكيشن، ان انا اقدر انقل البالسز بتاعت الليزر جوه اوبتيكال فايبر، فتقدر تروح مسافات بعيده، بتبقى احسن بكتير من الوايرز اللي هي النحاس. وده ممكن يجي لي سؤال، هو ليه بستخدم الليزر في كوميونيكيشن احسن من الالكتريك سيجنال؟ عشان خاطر طبعا هو مش بيلوز الانتنسي بتاعته مع الديستانس، يقدر يترافل بسبيد اوف لايت، بيبقى اسرع بكتير. فور في الاندستري، في الصناعه بقدر ان انا استخدمها في الفاين اندستريز، ان انا اقدر اعمل فوكسنج للبيم اوف ليزر في نقطه صغيره، فاقدر اقطع ميتال او فيبريت ميتال، او اقدر كمان ان انا اعمل بريسايزنج للدايموند، يعني اقدر ان انا اقطع بيه دايموند وهي اسمه ايه دوت بيقطع، زي برضو في حاجات اسمها قطعات الالماس او الالماز، اللي هي لما تيجي تقطع سيراميك مثلا او كده يقول لك دي اسمها الماظه يعني، فدي اللي هي دايموند كاتر. فبيقدر ان هو يقوم برضو بالمهمه ديت. عندي الميلتري ابلكيشن، هما كذا حاجه يعني، في سمارت بومبس وقلنا ديت القنابل اللي هي بقدر انشن بليزر على مكان معين فتيجي قنبله تجري على السبوت ديت، و لادار اللي هو الليزر رادار يقدر يديتكت اوبجكتس في مسافات بعيده، و جايدنس او اللي هو عمليه التنشين يعني. وساعات بقى بيجي السؤال اللي هو انا ليه بستخدم الليزر في كذا؟ يعني مثلا هو انا ليه بستخدم الليزر في الهولوجرام؟ علشان خاطر الليزر مين في دول؟ ما هو كل دول بتوع الليزر. انت محمد فاروق مثلا طويل بيعرف يعمل اكل مثلا وبيعرف يشرح فيزيكس شويه، فانت بتاخد معاه درس ليه؟ عشان خاطر هو طويل؟ لا، انت بتاخد معاه درس عشان خاطر هو بيعرف يشرح فيزيكس. فانت ليه بتستخدم الليزر في الهولوجرام؟ عشان هو كوهيرنت. طب ليه بتستخدم الليزر في الميديكال مثلا؟ يعني مثلا فور اكزامبل الريتينال ديتاتشمنت، هو عشان هو مونوكروماتيك، بس هي مش عندي في كتاب المدرسه، عشان هو عنده هاي انتنسيتي، عشان يقدر ان هو الهاي انتنسيتي دي تعمل ثيرمال افكت. طب هو ليه مثلا بيستخدم في الاندستري؟ عشان هو عنده هاي انتنسيتي، اقدر اعمل له فوكسنج فيقدر ان هو يحرق الحاجه. الميلتري ليه؟ عشان خاطر هو كوليميتد مثلا، فيقدر ان هو يوصل لمسافات بعيده من غير لوس في الانتنسيتي، عشان هو برده عنده هاي انتنسيتي، وهكذا. يبقى احنا كل استخدام اقدر ان انا اقارن في البروبرتيز واعرف هو ليه انا بستخدم ده بالذات. 6 الليزر برينتنج، البرينتر الليزر، وشفنا ان في درام، الليزر بيكتب على الدرام فبيحصل ايونيزيشن، بتقابل التونر فبينزل الحبر يلزق في الدرام، بعد كده بتنزل على الورقه وتخش على الهيتر. الاوبريشن ده نراجعه لازم. 7 سي دي ريكوردنج اور ريدنج، سي دي العادي الاسطوانه ديت بتبقى فيه بيم اوف ليزر، هو اللي بيقدر يقرا الحاجات اللي مكتوبه على السي دي، وهو كمان برضو اللي يقدر ان هو يحرقها او يكتبها. سيرفينج والميجرمنت، عشان اقدر ان انا اقيس ارياز وديستانسز وكده ممكن ان انا استخدم الليزر. الارت شو اللي هو لما بيبقى فيه افتتاح محل ولا بيبقى فيه حفله او فرح او كده وبيبقى عاملين ليزر شو، برضو بيبقى حاجات ظريفه جدا. واخر حاجه
هي سبيس ريسيرشز، عشان الليزر بيقدر ان هو يوصل مثلا للاقمار الصناعيه عشان ابعت سيجنال او كده من غير ما يحصل لوس كبير في الانترنت بتاعته، بيبقى افضل طبعا بكتير من ان انا ابعت سيجنال عاديه وهكذا. او شفنا ان انا ممكن ابعت ليزر للمون بيرجع لي تاني، اقدر اقيس فرق التايم فاقدر اعرف المسافه والسرعه وحاجات تانية كتير. اتمنى ان يكون الشابتر ظريف بالنسبه لنا، هو طبعا راغي كتير قوي بس هو لو اتفهم خلاص الموضوع هيكون سهل.